فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. ما زدنا في باب الصلوات في فضل المشي إلى المساجد، وأنا عندي سفر فسنسرع معا في هذا الباب. عن ثابت بن أسلم البناني، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في ظلم الليالي إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم أو الظلمة إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. عن عبد الله بن أوس، عن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد أتاه الله نورا يوم القيامة. وقال مقاضي بن سليمان يقول في قول الله تعالى، يقول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال تكبيرة الإحرام أو قال التكبيرة الأولى. وفي تفسير قول الله تعالى عن أنس: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال التكبيرة الأولى. قال رسول الله في حديث أبي الدرداء، وإن كان فيه كلام لأن في عبد الله بن أبي أوفى ومنكر، إن لكل شيء آنفة، وآنفة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها. وفي رواية لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى. عامة وإن كان ضعيفا لكن يستأنس به. أقول إخوتي الكرام، هنا حس واستنهاض الهمم على إلغاء مشابهة المنافقين، فالمنافقين أثقل صلاة عليهم العشاء والفجر وكلاهما في الظلمة. وإن الله يعامل العبد بمسارعته في رضا الله جل في علاه. فلذلك قال النبي: بشر المشائين في الظلم الليالي، يعني يمشون هذه الخطوات لله جل في علاه، ينتظرون الصلاة بعد الصلاة. قد يكون هذا الكلام في العشاء غير وارد، لأنه الآن أصبحت الكهرباء يعني ساطعة كالشمس، أما الفجر فهو على ما هو عليه، فيكون من أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر. بشر المشائين في ظلم الليالي إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذه معناها كما قلنا، من قدم شيئا لله جل في علاه فإن الله يقبله ثم يجعله يتنامى عنده، يزداد زيادة يرتقي بها المرء على غير ما يتوقع، فيدهش الله بعطائه سبحانه جل في علاه. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هناك من يمشي في الظلم يريد نكاية، يريد هدما، يريد إزاء، يريد تعديا وتجاوزا على حدود ربه جل في علاه. فانظر إلى البون الشاسع والفرق الواسع بين المشيتين. المشية الأولى فيها رضا الرحمن، وفيها أيضا مجاورة في الجنان. وأما المشية الثانية ففيها غضب الرحمن، وفيها الخلود في النيران أو الورود على النيران، ونعوذ بالله من الخزلان. وفي رواية من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد أتاه الله نورا يوم القيامة. وفسر أنس رضي الله عنه وارضاه قول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام. والحديث كما قلنا، وإن كان فيه بعض الضعف، أن النبي قال: من صلى 40 يوما وليلة يحضر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار. فالمسابقة إلى تكبيرة الإحرام. لذلك قال علماؤنا: ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تفضلي، نسأل الله أن ييسر لك أمرك. اللهم أمين يا رب العالمين. أما أنا فالحمد لله جيد جدا، وأما أنت أو أنت فتحتاجين إلى أن تتقي الله ربك، وتسمعين لصحة الكلام في كتاب الله وسنة النبي، ولا تحرفين الكلم عن مواضعه أو تحرف الكلم عن مواضعه، وتكون من الأفاضل الذين يريدون الحق. أما إذا كنت تريد الباطل والجدال فنحن نصم الأذان عن المجادلين، وقد قال الله تعالى: أن نقول لهم سلاما. رضي الله عنك يا إبراهيم، أحسن الله إليك.
يا رب يجعلنا خدما لشرعه. اللهم أمين، اللهم أمين. هذا نظم قاتل يا إبراهيم. الله أكبر. نعم، هي عداوة ضارية لأهل السنة طبعا، لأن البدعة لا تتمكن إلا بهدم السنة. رضي الله عنك يا إبراهيم، رضي الله عنك، أسمع الله أذانا لذلك. رضي الله عنك وأحسن الله إليك وجعل ذلك في ميزان حسناتك. الله أكبر. نعم، إذن هنا لن ننهي الجزئية التي نحن فيها، أن أنس يفسر قول الله تعالى رضي الله عنك محسن، نفع الله بك الأمة الإسلامية، بقوله تعالى سأبيقوا إلى مغفرة من ربكم، قال تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام كما قلت تقديم، وفيه مصارعة في الخيرات ومصالحة لرب الأرض والسماوات. ولذلك قال النبي ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذه من شيم الكرام، الهمم الراقية ترفع الإنسان إلى السحاب. الهمم الراقية ترفع الإنسان إلى السحاب. نسأل الله جل في علاه في هذا الباب أن يكون قد بينا وبصرنا بأمورنا. طيب، إذا كان سؤالا يراد به الحق أنا أجيب. قول الله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لو قلنا بتفسيرك أو بتفسيرك يعني هنا الآن الله في كل مكان، هل ترتضي لربك أن يكون في الحمامات ويكون في حشوش السباع والكلاب وغير ذلك؟ إن كان هذا هو إلهك فهذا ليس بربنا، بفضل من ربنا ونعمة. المعنى هنا عندي محكم نفسها يبين لك ما يراد. معلش النت ضعيف جدا، أسرع. ففي سورة الأنعام في مطلعها قال الله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني هو الله في السماوات هذا المحكم، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني هو معكم بعلمه كما قال وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، يعني بعلمه باتفاق السلف. وأما في الآية وهو الذي في السماء إله، يعني هو المعبود في السماء كما هو المعبود في الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما بين إصبع وآخر إلا وملك راكع أو ساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 70,000 في كل يوم يدخلون يطوفون بالبيت لا يرجعون إليه. نعم، لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. فإذا المعنى هنا في الآية هو المعبود في السماء كما أنه المعبود في الأرض، والإله الذي تأله القلوب يتضمن صفة الألوهية وهي العبادة لله جل في علاه. أجبتك وبينت لك تفصيلا، فأسأل الله أو بينت لك تفصيلا، أسأل الله أن يهديك إن كنت طالبا للهداية حقا، وفي ذلك غنية لمن يريد المكسلر. طيب أنا غيرت الباقة وانتهت، بس بسرعة لأننا الآن على سفر الفوائد المستنبطة. قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من مشى في الظلم يجعل الله له النور التام يوم القيامة. رقي الهمم تصل بالمكلفين إلى القمم، من كانت همته راقية فإن الله يرفعه. الفائدة الثالثة رضي الله عنك أسنوي، صحيح، فضل المنافسة على الخيرات. نعم، ثابت بن أخرم رضي الله عنك نور التوحيد، أي نعم، جزاك الله خيرا. قال وقد كان ثابت بن أخرم رضي الله عنه وارضاه قال كان بدريا كبير القدر دفع الراية لخالد، الله أكبر، وقال أنت أعلم بالحرب مني، فكان من فتح بمكان. فلو قال العالم أو الداعية أو شبيه العالم للعالم الرباني الراسخ أنت أعلم مني لانتصرت الأمة حقا. لا حول ولا قوة إلا بالله. النفوس والأهواء شديدة، نسأل الله الحفظ، لأن أمة لا تعرف قدر جهلتها خابت وخسرت. نعم وربي، لذلك تصدر من كان أهلا لثبتت الأمة في الفتن والعادت إلى عزها. نعم وربي، قد وفق الله قلمك لأن تنقش به بحروف من نور. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا.
فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق والضاح المحيا.